مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج مباشر مع الجريء، مباشر مع المحترمين المثقفين الرائعين المميزين. شعرنا الله فوق الجميع ودستورنا، ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون ابيض. المثقفون الرائعون يتقون في امسيه جديده من امسيه الجريء، وبرحب بحضراتكم يا اجمل ناس في الكون. نبدا بعناوين الاخبار. مجلس الاهلي في الزمالك، مرتضى في المحكمة تاني اليوم، اعرف السبب. 3 هدايا من الخطيب لمجلس لبيب. هو في ايه؟ صدام بين مجلس الزمالك وقناة الزمالك. قائمة الزمالك لمواجهة الدراويش. خناقة على حكم قمة القطبين. ميدو يهاجم مرتضى بقسوة. لبيب يستبعد سليمان من هذا الملف. إدارة الزمالك لهذا الشخص، ارجع رجع اللي عليك. تغريم رضا عبد العال. هجوم الأبيضة على المعلم. سر آخر زيارة لمجلس الأهلي في الزمالك، والمزيد والمزيد من الأخبار في هذا الملف. وننطلق سريعا ونفكر مجلس حسين لبيب بثلاث ملفات: قضية نادي القرن اللي سكتم بكتم واللي بيتكلم فيها الرجال فقط، وقضية كهرباء اللي ما نعرفش بكرة هيتفقوا معاها على بعض على إيه، هيقسطوها ولا إيه، واستاد 6 اكتوبر اللي واكلين عليه سد الحنك وما بيتكلموش. ننطلق في اخبارنا سريعا. هو في ايه؟ صدام بين مجلس الزمالك وقناه الزمالك. النهارده وقع غريبه ما حدش يعرف اسرارها، واللي يعرف اسرارها يكتب لي في التعليقات. تم منع كاميرات قناه الزمالك من دخول نادي الزمالك اليوم، وفي صباح اليوم على يعني بالضبط، يعني مش مفهوم. في خلاف بين مجلس الزمالك وقناة الزمالك، هل الناس اللي كانت داخلة بتشتغل مثلا لمصلحة المعزول؟ في ايه؟ نرجو التوضيح من إدارة نادي الزمالك. الزمالك عنده ماتش مهم جدا مع الإسماعيلي الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري لهذا الموسم، الأسبوع 13، على أرضية ملعب استاد الإسماعيلي. أول مواجهة للمدير الفني الجديد وكتيبة النجوم الجداد، ونشوف الزمالك شكله ايه. جوميز أعلن قائمة الزمالك: 3 حراس مرمى، صبحي وعواد ومعاذ علاء. خط الدفاع: عمر جابر المسلوسي، محمود علاء، حسام عبد المجيد، ومصطفى الزناري. الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة، وسيف فاروق جعفر، ومحمد أشرف رؤى، وترافيس بوتيايا، وعبد الله سعيد، وسيد عبد الله نيمار، وناصر ماهر، وابراهيم نضاي، وشيكابالا، وأحمد السيد زيزو. خط الهجوم: سيف الجزيري ويوسف اوباما. ان شاء الله نعرف تشكيل غدا ونشوف مين اللي هيلعب باك شمال في ظل الازمه اللي مالهاش لازمه، اللي عملها مجلس اداره غير معترف. كان مدي لاحمد سليمان المفاتيح فخربها سليمان وتعاقد مع كتيبه كلها خط وسط. طب الزمالك في غيابات كثيره؟ في غيابات كثيره. الونش طبعا اللي جاله الرباط الصليبي، عبد الشافي اللي اصيب في الركبه، فتوح مزق في العضله الخلفيه، الفلسطيني ياسر حمد، ومهاب ياسر، ومحمد عاطف، بقرارات من السيد جوميز شكله مش عاجبه صفقات احمد سليمان، ثنائي احمد حمدي وناصر منسي، عدم الجاهزيه بعد الاصابه، زياد كمال اصابه تمزق في العضله، وبيخضع لبرنامج تاهيلي. يعني كتيبه من النجوم مصابه في الزمالك، ربنا يرجعهم بالسلامه. نيجي نتكلم عن الزيارة الميمونة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى نادي الزمالك. الزيارة اللي تأجلت شهور وشهور وشهور وأيام وأسابيع. الأهلي عنده سبب، إنه بيقول الظروف الصحية للمرحوم العامل فاروق هي اللي أخرت الزيارة دي، واللي كان الأصول تبقى من بدري، ولكن مرضه ثم وفاته أجل الزيارة لتهنئة نادي الزمالك. مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر بيان اليوم، قال انه هيتوجه للزمالك للتهنئه و و و في الزمالك شريف منير حسن مدير العلاقات العامه تحدث باسم النادي، وانا هيكون في استقبال تاريخي لوفد النادي الاهلي، والزمالك هيعمل استقبال رائع يليق بالقيمه التاريخيه الناديين والعلاقات بين الناديين. طيب، في 3 ملفات ساخنه او 3 هدايا زي ما بنقول هيفتحهم الخطيب مع مجلس اداره نادي الزمالك. هنقول الحاجات الظاهره وهنقول الحاجات الخفيه. الحاجات الظاهره اللي هيتكلموا فيها ان هيعملوا سقف للعيبه،
سقف لشراء اللعيبه من اي نادي في الدوري، والزمالك والاهلي ما يتخانقوش، والحد الاخر اي لاعب 20 مليون جنيه. الملف الثاني اللي هو يتم اتفاق على ما يدخلش للاهلي ولا الزمالك، يدخلوا في مفاوضات لخطف لاعب من النادي الثاني. يعني ما فيش مفاوضات، ما خدش لاعب من هنا وما خدش لاعب من هنا، ما حدش يسرق لاعب من نادي تاني، او ما حدش يسرق لاعب في مفاوضات بين الناديين معاه. يعني الزمالك بيفاوض لاعب من حته، من مثلا من انبي، الاهلي ما يدخلش فيه. كلام جميل وكلام معقول على راي عمنا الكبير عم فتحي. طيب الملف الثالث، وهو هيعملوا بروتوكول تعاون بين الناديين في مختلف اللعبات، بروتوكول تعاون صوره مباشره. فكر انت بقى بعقلك كده، بروتوكول تعاون في كل اللعبات يعني ايه؟ ممكن نلاقي ناس في اليد رايحه وناس في اليد جايه، ناس في الكوره رايحه، ناس في السباحه جايه، ما اعرفش. البروتوكول التعاون اعتقد اذا ما كانش واضح هيبقى فيه كلام وكلام وكلام، وبعدين يقول لك اصل في بروتوكول، الاهلي كان محتاج مننا حارس اليد مش عارف ايه، الاهلي محتاج صبحي إيه عشان المهمه الافريقيه بدل. لا البروتوكول يعني يكون مثلا ماتشات وديه كده، حاجات كده يعني واضحه ليس فيها تسهيل انتقال اللاعب. طب الحاجات اللي مش رسميه اللي مش هتعلن في الاجتماع، هو موضوع غرامه كهرباء. موضوع غرامه كهرباء سيتم مناقشتها في جلسه مغلقه، وربما يوافق مجلس اداره نادي الزمالك الكيوت على التقسيط، وربنا يستر. قبل ما ننقل من ملف الزياره الميمونه، واللي احنا بنأيدها طبعا، احنا بنأيدها بس مش تكونش على حساب نادي الزمالك، على خطوه دي ما نتخانقش على اللعيبه انما نديهم لعيبه عشان العلاقات حلوه، لا يشيلوا غرامه كهرباء او يقسطوها، لا يشيلوا فوائد غرامه كهرباء كما علمنا، لا عشان الامور تبقى. اخر زياره لمجلس اداره النادي الاهلي للزمالك كانت بتاريخ 14/6/2009، قام وفد من المجلس الاهلي برئاسه حسن حمدي بزياره الزمالك من اجل تهنئه السيد ممدوح عباس ومجلس الاداره الجديد بالفوز بالانتخابات في ذلك الوقت. 15 عام من الجفاء منذ ممدوح عباس وصولا الى الباشمهندس الموجود الان الذي يدير نادي الزمالك الاستاذ حسين لبيب. نكمل اخبارنا سريعا سريعا يا اجمل ناس في الكون، ونقول خناقه على حكم القطبين، حيث توجد ازمه بشان اختيار الحكم المصري لمباراه القطبين التي تقام في المملكه العربيه السعوديه يوم 8 شهر مارس المقبل. اتمنى ما يكونش الكفيل السعودي هو اللي متحكم في الموضوع ده. هذا المصري قرر ان الحكم التحكيم يكون كله مصري بناء على توصيه البرتغالي بريرا اللي رئيس لجنه الحكام. تمام. لجنه الحكام الاول رشحت محمد معروف لاداره المباراه، ولكن بريرا بيقول لك رفض. لا بريرا ما رحبش. الله اعلم ما يكونش الكفيل اللي ما رحبش يعني، الله اعلم. وبعدين رشحوا امين عمر، وده ما لقاش القبول لانه ادار مباراه سابقه للاهلي والزمالك. دلوقتي الترشيح رايح يمه مين؟ ابراهيم نور الدين ليكون حكم مباراه في ظل قرار اعتزاله التحكيم، ليكون تكريم ليه. الله اعلم. انا شايف المباراه دي الكفيل هو اللي بيسيطر عليها. خرج الكابتن احمد حسام ميدو احد اكبر انصار مقتدى منصور، واللي كان في الفترة الأخيرة هو اللي بيدير النادي معاه يعني، أو بيظهر معاه في كل شيء، ونشر اليوم تغريدة قوية أرض أرض جو جو ضد مرتضى منصور في إكس أو تويتر سابقا. كتب: رسالتي للمستشار مرتضى منصور، أرجوك لو بتحب الزمالك سيب النادي مستقر وبلاش أواضي ومحاكم كفاية. إيه اللي حصل للنادي وإحنا كلنا لما صدقنا نتنفس، سيبونا نعيش مناخ صحي للمنافسه، الزملكاويه تعبوا من الصراعات، كفايه ارجوك كفايه. رساله ارض ارض جو جو من ميدو لحليفه مرتضى منصور. وانا عارف ان ميدو بقى الكتائب الاعلاميه بتاعت مرتضى وولده امير هيبهدلوه في الايام الجايه. لبيب يستبعد السليمان او احمد سليمان من هذا الملف. تقرير عجبني طالع من جوه نادي الزمالك ان السيد حسين لبيب رئيس النادي قرر ان يتولى بنفسه ملف الصفقات الصيفيه الجديده، وفي مقدمتها صفقه رمضان صبحي.
سلبيب قال هو اللي هيمسك الملف ده تماما، واستبعد احمد سليمان من ملفات الانتقالات. نوضح اكتر ولا الحديق يفهم؟ طب الحديق يكتب لي في التعليقات وانا اشوف مين اذكى واحد فهم هذا القرار معناه ايه يا غالي. ننتقل الى ملف اخر يا اجمل ناس في الكون. إدارة الزمالك لهذا الرجل رجع اللي عليك. الزمالك بيتواصل حاليا مع الحارس أحمد شناوي حارس فريق بيراميدز، بيقول له يا شناوي رجع اللي عليك يا شناوي، أنت لما كنت في الزمالك وانتقلت لبيراميدز خدت قفشت فلوس مقدم التعاقد وما رجعتوش للزمالك، يعني قبض من الزمالك وراح قبض من بيراميدز ومطلوب إن يرجع. الزمالك كان واخد قرار على فكرة في الموضوع ده، وكان لازم يترد فلوسه للزمالك، ولكن واخد الزمالك واخد حكم عليه نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويسمح لي انه ياخد المقدم التعاقد اللي خده الشناوي من الزمالك، ولكن ما اعرفش كان في سياسه في المجالس السابقه بالطرمخه على هذا الموضوع، ربما كان في سمساره، ربما حد خد حاجه عشان يقفل الموضوع. انا كلها الشناوي انتقل لصفوف بيراميدز 2018، يعني 6 سنين الزمالك مش عارف يجيب حقه من لاعبه السابق احمد الشناوي. شيء ممكن بنضحك على كهربا ده، ربنا يستر. ما اعرفش بيبقى في سمسره في الناس وناس داخله في النص وبتقفل، يعني منهم لله. هجوم الابيض على المعلم، بعض الاصوات والصفحات واليوتيوبات المرتشيه الخبيثه بتشن حمله ضروس ضد حسن شحاته المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لانه اتكلم في احد البرامج مع شيكابالا. هو اتكلم مع مهيب عشان الناس تبقى فاهمه، ومهيب بيجي من وراه كل شيء كئيب، كل مشاكل في الزمالك بتيجي من مهيب واعوانه والراجل اللي هو بيديله فلوس، عضو مجلس الاداره اللي بيديله فلوس عشان يسرب له اخبار الزمالك. فبنقول لهم يعني بلاش قرف، واي حد عالمي عندنا في مصر نحاول نهده، انتوا مين ومين اللي بيقبضكم ومين اللي بيعملكم؟ هيطلع حد يقعد يكتب في التعليقات اصل هو قال عن شيكابالا واصل هو هتلاقي حبيبي. انا هسمعك دلوقتي بنفسك بودانك اللي ربنا يحاسبك على كل حاجه تسمعهم، هو قال ايه؟ طب بلاش اسمعكم قبل بكلام حسن شحاته عشان ما حدش يهاجمه، عشان تعرفوا اللي بيهاجموه القبيضه، اسمعكم شيكابالا في الماتش شتمه وقال له ايه؟ تعال نسمع شيكابالا الاول، انتوا عارفين انا بعشق شيكابالا، بس ايه؟ لما يكون في حق نجيب التاريخ يتكلم. شيكابالا لما كان لاعب وجي يخرجه، تعالوا اسمعوا شيكابالا قال ايه. ما تقعدنيش معاك بقى، مشيني بقى. يلا شيك عليك. انت زهقتني يا راجل. يا راجل انت زهقتني. هوقف كده لان كان في لفظ شتيمه من شيكابالا لحسن شحاته. شيكابالا كان لاعب وحسن شحاته مدرب ماتش مع احد الفرق المغربيه، وكان زي وقعه ميدو بالظبط، فطلع عمل كده. فمهيب استدعى في لقائه هذا الموضوع. طبعا احنا ما غلطش شيكابالا وقتها، وبعدين العلاقه بعد اعتذر والعلاقه بقت جيده بينهم. هتسمعوا حسن شحاته قال ايه، ولكن عشان برضو الناس تفهم التاريخ بيقول ايه، والتاريخ لا يكذب طالما في فيديوهات وفي تسجيلات. هنسمع بقى الحوار اللي قلبوا الأبيضة المرتشين عشان يهاجموا فيه واحد من أساطير الكرة المصرية وأساطير الكرة الزملكاوية، المعلم حسن شحاتة اللي جاب لنا 3 أفريقيا، اللي كان أحسن وما زال هو أحسن لاعب في تاريخ نادي الزمالك حسن شحاتة المعلم. انتوا مين؟ تعال نسمع الحوار، والراجل اتكلم بأدب وبلطف ازاي وطلب ان شيكابالا يدخل، واسمعوا الحوار عشان تعرفوا ان في ناس بس بتبخ السم في العسل. نادي الزمالك بص 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 عشان هو اتقال كلام في الموضوع ده كتير قوي. حلو قوي. شيكابالا موجود اه، وهو لو يقدر يعمل لنا تليفون دلوقتي يبقى كتر خيره. تمام. ان هو الراجل بيحاول بقدر الامكان ان هو يشيل العبء من عليا انا، حاول نجيب ويشيل العبء من عليه. شيكابالا ما بيحبش يروح معسكرات، ما بيحبش يروح معسكرات، مش عشان انا ما اخترتوش، انا اخترت يروح معسكرات الزمالك كلها. ما هو يروح معسكرات الزمالك عشان، لكن معسكرات المنتخب
اطول بكتير من 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 الزمالك. دخلته في 2010 كان موجود فين؟ في 2010. انا بقول لك، انا بقول لك ما بيحبش يروح معسكرات يعني. هو راجل 2010 ده تالت بطوله وبعدين كمان بره بس ما لعبش. كل ده كويس ما يلعبش. انت راجل النهارده بتلعب بالمجموعه اللي كانت موجوده معاك، عارف انت ازاي، اللي هي مستمره معاك من يعني اعذرني الناس فلسة. يعني اعذرني على لا 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 كلام كتير، انا كلام كتير يعني انا بسمعه وبستحمله وخلاص. لكن اقول انا ساعات بقول ايه، الناس لما تعرف الحقيقه ها هتعذرني. تمام. ايه هي الحقيقه؟ ان هو ما بيحبش يروح معسكرات. تمام. طويله. تمام. بس في لعيبه كده، في لعيبه كتير ما بتحبش تروح معسكرات. تزهق مثلا كده. إذا زي مين؟ بتزهق مثلا ممكن تكون بتزهق تكون مش واخدين ان هم يعني ياكلوا بره او يتمرنوا مع 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 لعيبه كتيره في الملعب بتاع، ما يبقاش هو هو شيكابالا بيحب ان هو يبقى هو الفافوري بتاع الفرقه. النجم النجم الفافوري بتاع الفرقه. تمام. ودي حاله تتحسب له يعني، ده مش عيب. والجيل ده كان فيه لعيبه تقيله كتير. ما انا بقول لك مش عيب يعني جيل هو يحس الاحساس ده. بس انا شيكابالا ما فيش بيني وبينه اي حاجه في اي حاجه يعني. هما الاثنين دول اللي هما بيتقال عليهم ما اعرفش حسن شحاته ضد ميدو وضد شيكابالا. بالظبط. لا انا ميدو تاني يوم الصبح صالحنا زي ما بقول لك كده، استاذ علاء واستاذ جمال جم وصالحونا. بس شيكابالا كان عمرو، اسمه عمرو ايه بتاع الـ بتاع الـ اسمه ايه، عمرو ايه، عمرو زكي، عمرو جنين، عمرو جنين. وكان هو اللي كل مره يجيبه يجي لدرجه ان انا اخر مره قلت للدكتور احمد ماجد، والدكتور احمد ماجد موجود اهو ممكن تكلمه وهو يكلمنا، يا دكتور والنبي شوف لي شيكابالا في اي حاجه تمنعه عن وجوده في المعسكر او اللعب. ايوه. عشان عشان لما يقولوا ان هو مصاب خلاص اشوف الدكتور بتاع المنتخب هو اللي يقول، حد هو اللي يقول لا ده مصاب، ده في عنده حاجه، ده عنده كذا 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 كذا. ما عندوش حاجه. طيب الموقف بتاع ميدو وهو خارج في 2006 تكرر مع شيكابالا في احد المباريات. لا ما انا مش عاوز اتكلم في ده لان شيكابالا شتمني. شيكابالا شتمني، ده كان ماتش كان بتاع الرباط المغربي او أيوة حاجه كده. صح. وكسبانين اثنين وهناك احنا كسبانين اثنين، فبرضه نفس الكلام انشط الفرقه. والفرقه تأدي وبتاع والكلام ده كله. وهو خارج شتمني. بس يعني حد يقول لي بس ايه غير حسن شحاته في هذا الحوار؟ يعني طبعا مش ضد شيكابالا ولا ضد حسن شحاته، انا بس بنحاول نقول الراي. ايه اللي قالوا يخلي الحمله المسعوره وواحد يطلع بتاع يوتيوب يقول له انت تبع مش عارف ما ذكرتش ليه بتاع الاهلي؟ حد سمعنا يعني الناس اللي عماله تهجم على حسن شحاته دي سمعوا الحوار؟ اشك هم ناس قبيضه بس لزرع الفتن وخلاص، لكن هم مفضوحين. طيب ننقل لموضوع رضا عبد العال. كان في حكم قضائي ضد رضا عبد العال لاعب الاهلي والزمالك السابق، تغريمه 15000 جنيه وتعويضه متضررين. صدر الحكم من محكمة جنعة قسم 3 أكتوبر بتغريم رضا عبد العال في الشكوى اللي قدمها الثلاثي ربيع ياسين مختار مختار عماد النحاس ضد رضا عبد العال واتهموه بالسب والقذف ومش عارف ايه الثلاثة كده. أعتقد إن هو كان طلع وقال لهم إخوان مسلمين وحاجات كده، فعشان كده أقيمت دعوة من خلال محمد رشوان وبلاغ رقم 96903 لسنة 2021. مرتضى منصور شهد في المحكمة تاني اليوم النهاردة. امبارح احنا عارفين القصة التاريخية بتاعته والصلح وطلع يتكلم بره. النهاردة برضو راح المحكمة. راح المحكمة ليه؟ حيث تقدم اليوم مرتضى منصور بتظلم أمام المحكمة الاقتصادية على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقصف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وفي القضية اللي النقد قضت بتأييد الحكمين الصادر ضده، واحد للحبس لمدة شهر واحد سنة مع الإيقاف، وتحرك بنفسه النهاردة لإيقاف الحكم بتاع السنة وإلغائه. هنشوف الأيام الجاية باقي في الشهر 12 يوم تقريبا، لا 11 يوم، هنشوف هيبقى أبيض ولا أسود، في حد بيسند، حد سياسي يعني أو حد الدولة بيسند مرتضى منصور عشان يرجع تاني ويظهر، لأنه كان بيتكلم بكل قوة امبارح ويقول لك أنا هرجع رئيس نادي الزمالك
وهيتشال حسين لبيب ورجالته، هي لعبة مثلا مسرح عرايس، ولا حد بيلعب بينا كلنا شطرنج، نحط مرتضى شيل مرتضى، حط لبيب شيل لبيب، جيب عباس شيل عباس، والضحية هو نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، ولا هو كان من فترة من الفترات مطلوب إنه يشتغل ويسب بعض الدول وبعدين اسكت عشان احنا بنتصالح مع الدول، دلوقتي نطلعه مثلا يسب حد تاني وعشان مخبر ان هو يسب حد تاني نرجعه مثلا الزمالك ونرجعه مجلس الشعب؟ ما اعرفش القصة ايه تخلص على ايه. ربنا يستر على الزمالك في ظل هذه المعطرات. اشكر حضراتكم كتير جدا يا اجمل ناس في الكون، واراكم على خير غدا باذن الله.